السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات. معنا واحد السيدة مسكينة بلا وليدات، الراجل ديالها مبلي، عندها واحد الكلوة الثانية مريضة ديالها، بغات تدير واحد العملية على هاد الكلوة، يعني كتناشد المحسنين من أجل غادي نشوفوا الحالة ديالها. تفضلي يا لالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خوتي المسلمين اللي خارج المغرب واللي داخل المغرب يتعاون معايا، كليوة رضعت لي، عندي شهادة ديالها باش تشوفوها. مشات كليوة بقى نتقاتل عليها، داروا فيها التيوات من قبل كورونا، كانوا علموني ميديروا لي العملية، قالوا لي ديري شهر وتجي تحيدي، ما خصش التيو يبقى. قلت لهم عطيوني الدوسي ديالي نخرجو، قالوا لي عي خلي راه غادي ديري شهر وتجي ان نديرو لك المنظار يدخل لداخل ونحيدو لك التيو وخذي الدوسي. الدوسي بقى مشى داك الاول ما عرفتش شحال ناخذو ولا الله اعلم. المهم جات كورونا زقاتني من قبل ما تبدا كورونا، مشيت عندهم قلت لهم ما انا مشيت وما عيطوش ليا، قلتوا لي خلي المرا التلوش نعيطو لكم، ما عيطوش ليا وتعطلتوا عليا. قال لي واخا يلا دابا ملي تجي ما كاينش مشكل، واخا خرجي شري المنظار. قلت لهم شحال هذا المنظار؟ قال لي 55. قلت لهم ما عنديش، كون كان عندي ما غاديش نخبي على صحتي. بعت رزقي كل اللي كان كسب في الدنيا بعته، باقي عندي الميحيل فين تنعس الا مترجم بالحجر في الزنقه هو اللي بقى، والا بعت الميحيل ما عنديش فين بيت. كذب عليكم اللي كنقولوا لكم، ربي عالي وعالم، واللي بغى يجي عندي يزورني مرحبا، ويشوف الشواهد ديالي ويشوف كل شيء شوفوا بعينه. اليوم اخوتي لحقات كورونا قالوا لي، قلت لهم قالوا ما عندكش تشري منظار، قلت لهم عندي ديال وصل لدارك تنعيط لك التليفون، هي ديك روزوا عليا ردوني. بقيت كنتسنى تعيط التليفون، جات كورونا دخلت من قبل كورونا بشي 3 شهور ولا 4، زيد عليا من كورونا لدابا الان انا باقا بالتيو. دابا التيو ضرني، وليت ملحشكم الدم، وليت كنرد الحريق الوجع، العافيه شاعله، ما كنعش على داك الجنب اللي فيه التيو. ملي مشيت لهم كيضربوا جنابه ما قوليش كاني، قال لك خلي التيو حتى لدابا. قلت لهم قلتوا لي نعيطوا لك، ما عيطتوش ليا. قال لي ما تعرفيش تجي. قلت لهم كنجي كدوي ما تنساش، كاينه كورونا ما عندكش بلاصه فين تنعسي، الدنيا عامره بكورونا، سيري لدارك تنعيطوا لك. فين ما نجي كتقولوا لي سيري لدارك تنعيطوا لك، وانا كنتسنى التعيطه ما كتعيطوش. ملي كنت كنروح كنجي للقاعه 4 لازونس، لازونس يدفعني ل 28، 28 طردني تقول لي رجعي منين جيتي ما عندكش فين تنعسي. دابا الغالب الله شوف واش غديروا معايا، الا بغيتوني نموت ما كاينش مشكل، الله ما نتصاهر كاع ما نبقاو كنتعذب. قالوا لي سير ديري التحاليل، درتهم 14000 قال ديرهم هنا قدام رزقو دابا دخليهم. درتهم 14000 دخلتهم، قال لي خذي موعد، خديت موعد ضربوني بشهرين. موت اللي بغى يموت يمشي لاهله يرضى. شهرين ديال الموعد اللي عطاو، شهرين ديال الموعد كلشي راه كاين. شهرين مشات جيت عندهم قلت لي ما شهرين مشات، قال لي سير ديري سكالير. عارفوا سكالير ديما من العام العام كيتسد 3 شهور ما يخدمش، شهر 9 وشهر 10 وشهر 12 شهر 10 وشهر 11 حتى لشهر 12 عادي يتفتح، عنده 3 شهور ما يخدمش، شهر 12 عادي يتفتح، هي هذيك 9 10 11 شهر 12 عادي يخدم. ملي مشيت بغيت ندير سكانير قالوا لي مسدود ولا لا، حتى لشهر 12 عادي يتفتح، عطاونا شهرين اخرى موعد. مشيت عند واحد السيد الله يجازيه بخير ويحسن، الله يجعل ربي يخلصه، الله يجعل ربي يعطيه ما بغى عند الله، الله يحفظه من شر المخلوق، شر المخلوق اكفس حاجه على وجه الدنيا، واللي جات عند ربي مرحبا بها. مشيت عنده لسطات حكيت لي هذا هذا، صاب لي سكالير، صاب لي وريقه، تيقول لي وسيري بنت الناس اللي جهدي باش نعاونك هو هذا. هذاك من النهار اللي طحت بكلاويه وهو واقف معايا بغيت ربي يوقف معاه ليله الوحدانيه، ويوقف معاه ليله الحساب والعقاب. محسن مخير ماشي معايا مع كل شيء، مراه كبيره، مراه ملحاقه، ملي مطيح الارض كيشدوا من يدو ويقعدوا مع كل شيء. هذاك السيد السبيطر ديال السطات الله يجعل ربي يدير ليه الفرج من العبد كحل العفطه. المهم اخوتي صاب لي كل شيء، باش ضربت شهرين جيت عندهم قلت لهم ها سكالير صوبتو هذا وهذا، قال لي وسير ديري التحليله، تتخرج التحليله وجبها لينا نشوفو معاك. ملي جيت نصيب التحليله قالوا خرجت لي خايبه، منين قالوا لي في السطات خرجت خايبه من الحر ديال التيو. نعم. هو اللي مخليها خارجه خايبه ياك. مشيت عندو قلت لي التحليله خرجت لي خايبه دكتور، قال لي تاخذي 6 براوات تشريهم ودقيهم وملي تكمليهم ديري التحليله وجبها لينا نعسوك. دابا خوتي راه هاد الثلاث
غدا عنده هو كيشوفني من ثلاث مشيت بلا ثلاث ما يشوفوش فيا، كيقول لي الطبيب ديالك كيشوفك رانديفو ثلاث ما تجيش بلا ثلاث. دابا انا غناخذ تحليله غدا ان شاء الله، غدا الجمعه غناخذ تحليله الاثنين ثلاث رانا عندهم. الا حكموا عليا غدا ندخل نعس، رانا غادي ندخل نعس، انا ما عندي حتى ريال باش نعس. خوتي رحموني، الله يرحمكم دنيا واخره. خوتي ما نكذبش عليكم، اي صور جيو شوفوه، اي ورقه جيو قراوها، دوسي قراوه ورجعوا وطلعوا عليه باش تعرفوا واش كنكذب ولا كنقول الحق. رانا خوتي ما قلتها لكم حتى لحقات الجنوي العظم، الله مطالع بيا وعالم بيا، والله يجازيكم بالخير والاحسان. خارج المغرب داخل المغرب لا تخلوش عليا، مرا راجل من فق قلبه الرحمه وحن فيا، الله يحن في غدا يوم القيامه ليله الحساب والعقاب والصراط، يجعل ربي يدوزو من رحمته. حنوا فيا، بقات لي كلمه وحده انا كنتقاتل عليها، عطاو خوتي، عطاو الناس البرانيين، عطاو ماشي ما عطاوش، عطاو ما نكرش خير لعباد الله، عاونوني اللي عرفوني، وما نبقاش عندي الوجه باش نشد ورجع نشد ونمشي لهم تاني نقول لهم عطوني، واش حشموهم ما حشمتش انا، انا ركت ما نبقاش عندي الوجه باش نقول شي واحد عطيني انا غادي نمشي للعمليه، انا ما عرفتش دابا واش غيطلبوا لي تاني من دار ولا غيطلبوا لي التيوغ، راه في تشريات وما خدموش بيه وجابوه حطوا لي حدا راسي، قلت لهم علاش رديتو يا تيو؟ قال لي ما بغاش شاف العمليه تيخدم به، خدم حاجه اخرى، خدي التيو ديالك. صدقته وخرج 16000 ريال بحال لا طاح مشات هذا من تورا. عندي كلشي التحاليل عندي هنا كاين 16000 14000 هما جاو قراوه وشوفوه وانا منين غنجيب دابا غير التحليلات 16000 14000 ما جابرهم. وانا ما خدامش اخوتي، وراني ما خداماش وما عندي لا وليد لا بنيه والراجل والو، كاين سميت راجل عندي. السميه كاينه، الراجل ما كانش جا وشوفوا كلشي بعينيكم، واللي عطى الله هو هذا ورجع في الكريم ربي، رجع في الله الحق سبحانه. شحال من مده وانت كتعاني من هذا المرض اختي؟ خمس سنين. ولحد الان يلاه طلبوا لك انك ديري العمليه. خمس سنين، داروا عمليه الاولى، شرقوا لي جنبي راه مشرق، هاو يجيو يشوفوا، شرقوا لي جنبي حيدوا حجره وسدوا على حجره وخلوها تما، علاش مطيفين معايا دابا؟ ديك الحجره راه قرحتني. سدوا لي على حجره حيده وحده وخلوا وحده، ولا دابا يقولوا لي جيب المنظر باش ندخلوا نهرسوا لداخل في قلب الكلوه، وما عنديش فاش نشريه، ولا عطى الله خوتي وهذا مخبي عليكم والو، الغالب الله، زوجت في الله وفيكم، ما تفوتونيش مراه راجل، باش ما حنيتوا فيا الله يخلصكم، الغالب الله خوتي، جناحي طايح ما عنديش باش نفد فيه. لا قوة الا بالله. شنو النداء ديالك اللي كتوجهيه لله عبر هذه القناه تشوف تي في؟ كنوجه النداء للمحسنين المؤمنين وصحاب الحسنه، ما يتخلوش عليا، وقريبة عندي عمليه عتقوني باللي كاين، ويجيو يشوفوا الدوسي ديالي ويدخلوا معايا حتى عند الطبيب ديالي، انا عند الطبيب في النمره 5 ديال الكلاوي، يجيو يدخلوا معايا عند الطبيب ديالي. مستشفى بن رشد؟ لا، ميريزكو الباب الكبير. ميريزكو الباب الكبير، يجيو يدخلوا معايا ويجيو يشوفوا دوسي ويقراو، إلا بان لهم عاونوني عاونوني، ولا ما بانش لهم عاونونيش ما يعاونونيش، إلا كذب عليهم شي حاجة ما يعطوني والو، يجيو يدخلوا معايا، دخلوا معايا عند الطبيب، الله يرحم ليكم والديكم، زوجت في الله وفيكم، قصدكم والمقصود الله، وقفوا معايا خوتي الغالب ربي، اللي عطى الله هو هذا، ما عندي ما نخبي عليكم، ما لقيتش فين نمشي، قهرت على الناس وقهرت راسي. كنشكروك لله. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، حنا معنا الحاله الاجتماعيه والانسانيه الصادمه ديال هاد السيده اللي باغا دير عمليه على الكلوه، ما بقاتش ما جبراتش باش دير حتى التحاليل اللي المبلغ ديالهم 700 درهم كيديو فيها وكيجيبوا فيها. الراجل يعني مبلي ما كاينش غير مسكينه يعني كتلاوط. من خلال هذا المنبر كتناشد المحسنين المحسنات ذوي القلوب الحسنه وذوي النيات الحسنه انهم يتعاطفوا معها، والله سبحانه وتعالى ما كيضيعش اجر شي انسان دار شي عمل ديال الخير. كنشكركم متابعي قناه شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله اجتماعيه انسانيه جديده.